هنروح لأرض الحدث التاريخي ومعنا الزميل كريم أحمد، معاه واحد من نجوم الكرة الأهلوية اللي كان عندهم هذه الرغبة وهذا الحلم الكبير إنه في يوم من الأيام يلعبوا في استاد الأهلي. كابتن شطة مع الزميل كريم أحمد، اتفضل يا كريم. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم، كابتن شطه القيمه الفنيه الكبيره جدا اللي اكيد النهارده واحد من الجماهير، بقى مش هنقول عضو النادي الاهلي ولا قيمه رياضيه كبيره جدا، لان هيكون سعيد الحقيقه النهارده على اليوم العظيم. يا كابتن شطه اكيد النهارده يوم عظيم والكل سعيد، فخر لكل من ينتمي للنادي الاهلي. استاد النادي الاهلي مجمع رياضي، متحف، مستشفى، مدرسه، جامعه، قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي. عشان كده لازم لما يعمل استاد يكون بالقيمه الفنيه الكبيره جدا. النهارده تقول ايه على اليوم العظيم اللي لسه كمان منتظرين منه مفاجاه كبيره جدا يا كابتن؟ النادي الاهلي اصبح نادي كبير، نادي على مستوى العالم الان. انا النهارده دخلت على مواقع وجدت انه بيتكلموا على حاجه بيقول لك من المفاجات الكبيره لاي حد، تفتكروا من هو افضل نادي واكثر نادي حصول على البطولات؟ قال لكم، قال له يعني حتى الراجل بيقول له دونت بي سربرايز، يعني لا تتفاجأ انه في نادي في افريقيا اسمه النادي الاهلي هو اكثر نادي محقق البطولات في العالم، 156 بطوله على حسب ما نذكر يعني. وحسب بقى ريال مدريد وبرشلونه، ودخل بقى في الانديه الاوروبيه والافريقيه والانديه اللي هي بتاعت امريكا اللاتينيه وكده. النادي الاهلي يستحق انه يكون عنده هذا الصرح الكبير اللي احنا بنعمل يعني نحضره ان شاء الله في السنوات القادمه باذن الله. لانه ده كان حلم كبير جدا احنا كلنا كنا بنحلمه الحقيقه من سنوات طويله، من يوم ما منعونا نلعب في استاد مختار التتش في حوالي 73 74. يعني انا لعبت في النادي الاهلي في استاد مختار التتش، استاد النادي الاهلي، مباراتين بس، ما لحقناش نلعب في حاجه لانه بعد كده نقلوا المباريات في استاد القاهره. الحلم ده بدا من يعني عايزين استاد باسم النادي الاهلي نلعب فيه، نظرا لان الاستاد كان صغير ما نقدرش نلعب فيه في وسط القاهره يعني. فالان الحلم ده الحقيقه تحقق، لكن الحقيقه يعني النادي الاهلي انتظر سنوات طويله وكان محتاج لدعم كبير جدا يعني مع السنوات انها تقدم لهذا المشروع، ولكن كل حاجه لها وقتها الحمد لله، وتحقق هذا الحلم في هذا الجيل يعني من جيلنا احنا اللي موجودين في جيل مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب. هذا اليوم حقيقه يوم انا حضرت حقيقه النهارده، حريص جدا على ان اكون موجود في هذا اليوم، لان انا اتمنى ان انا احضر هذا الصرح الكبير واكون سعيد جدا ان النادي الاهلي يبقى نادي كبير في العالم. يعني لازم يكون له كيان وله طبعا مكان يلعب فيه، واستاد النادي الاهلي الاستاد العظيم الحقيقه اللي يكون موجود. واتمنى ان ينشا في هذا الاستاد حاجه اسمها الاهلي اديوكيشن او ساينتفك اكاديمي. النادي الاهلي يعمل حاجه اسمها النادي الاهلي شهاده رياضيه لكل الالعاب، كرة القدم زي البرو لايسنس والبي والاي، اسمها شهادة النادي الاهلي. واتمنى ان شاء الله هذا المشروع باذن الله سوف يتحقق ان شاء الله. بص مين جنبك، سلام عليك يا شاشور. ده الكابتن مصري، كريم احمد. كابتن مصري ده كريم احمد، بس ما لعبش معاه. لا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا عم، لعب معاك فين؟ يا نهار ابيض، انا كنت بلعب ليبرا. انا لعب معاك يا حسام، ما لعبش معاك يا حسام. لعبنا يا كابتن، لعبنا مع بعض. صح الماتش اللي كسبنا في الزمالك. طلعنا من اللقاء، واللقاء الحقيقه كان لازم ان احنا نكمل يا كابتن شطه، لان كابتن حسام غالي الحقيقه قيمه كبيره جدا. ويمكن الناس ما تعرفش، او يمكن ناس كتير، ان كابتن شطه كان مدرب بتاعي في قطاع الناشئين لمده 5 6 سنين الحقيقه. كان هو كابتن فوزي سكوتي، كان معانا حسام غالي. وحسام غالي ما انا افكرك بقى، كان بيلعب ليبرو وانا العب مساك، وحسام غالي يلعب ليبرو. الحقيقه قيمه كبيره كابتن حسام غالي جدا الحقيقه. حسام غالي اكبر منك سنه، لكن واضح 81 صح، وانتوا 82. أيوة شوف انا فاكر ازاي. انا بس كنت بكلم الفتره دي بس الاول. الفتره دي طبعا كانت من ازهى واحسن الفترات لجيلكم واللي انا في التدريب عموما، لان بعدها على طول صعدت للفريق الاول مع الان هاريس سنه 1992. وحقيقه حسام غالي طبعا، وانت وحضرتك، وكمان اشيد برضو بعماد متعب كان معانا، وشريف اكرامي وحماد السعيد، وكل دول كانوا موجودين. كل الحقيقه وائل رياض، مش عايزين نذكر ننسى حد يعني. فيعني الحقيقه يعني الاجيال بتتعاقب، وانا طبعا عشان انا اعتبر الحقيقه والدكم كلكم، لان انا يعني السنين دي انا لن انسى الحقيقه السنوات الطويله اللي قضيناها مع بعض في الملاعب، وانتم كنتوا الحقيقه موجودين معانا. وحسام طبعا كان وقتها من اللعيبه اللي موجودين، وكنت دايما الحقيقه بحطه يمسك ميدو لو تفتكر، لانه ميدو كان برضو ايه جته كده، ولو كان قوي وكان احسن لعيب في جيله يعني. الحقيقه انا بشيد بحقيقه ميدو ده كان من اللعيبه القلائل في جيله، انه كان متفوق على كل جيله حقيقه، وكلكم حقيقه كنتوا لعيبه كويسين. بس انا بس بقول لك على الساينتفك اكاديمي دي، او اكاديميه النادي العلميه دي، تدي شهاده زي شهاده السي اي اس بتاعت الفيفا، زي برشلونه عندها شهادات بتعملها، النادي الاهلي يستطيع انه يكون عنده شهاده
يقولها من البرازيل، يقولها من اوروبا، يقولها من الخليج، لان النادي الاهلي صرح كبير وان اصبح في العالم النادي الاهلي، الاهلي سبورتنج كلوب اصبح له اسم كبير جدا في كره القدم العالميه. شكرا جدا لك بشطه بالتوفيق وسعيد جدا. شكرا جزيلا. شكرا يا كريم. شكرا. كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه للكابتن شطه. الحقيقه لقطه يعني الواحد سعيد بيها الحقيقه، كابتن حسام غالي وكابتن شطه. كابتن شطه كان المدرب بتاعي، وكابتن حسام غالي الحقيقه كان متواجد معانا كالعاده طبعا في قطاع الناشئين. قضينا سنين كتيره جدا بيفكروا بعض بحاجات في يوم عظيم، في يوم تاريخي. هي دي قيمه النادي الاهلي الكبير الحقيقه. الواحد سعيد فخور النهارده ان هو بيشارك في هذا الحدث العظيم. ان شاء الله باذن الله كل المفاجآت زي ما بنقول ستروها ان شاء الله باذن الله مع انطلاق المؤتمر الخاص بمشروع القرن هنا في نادي الأهلي الشيخ زايد.